بكم سيداتي وسادتي إلى نشرتنا لهذا المساء من الفضائية الشادية. أطلقت يوم أمس وزيرة الصحة العامة يوم شهر الكتاب أنشطة شهر الكتاب والقراءة، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمدعوين، وذلك بحضور وزير التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية محمد صالح هارون، حيث رأست مناسبة الانطلاقة وزيرة الصحة العامة قربتنا كارميل سكات ممثلة لرئيس الحكومة. تقرير ياسر محمد أحمد وقراءة علي فاضل قدركي. تعتبر القراءة مصدر المعرفة ووسيلة لاكتساب المهارات والخبرات وفتح آفاق التفكير والإبداع. تحت شعار أهمية الكتاب والقراءة تأتي هذه التظاهرة الثقافية والتي تنظمها وزارة التنمية السياحية الثقافية والحرف اليدوية بهدف حث المجتمع التشادي للاهتمام بالقراءة والكتابة. وزيرة الصحة العامة ترأست المناسبة ممثلة لرئيس الوزراء إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. في ناصية حديثها وزيرة الصحة العامة انقربتنا كارميل سوكات قالت إن هذه التظاهرة تعتبر ذات أهمية كبرى لتعلقها بالكتاب والقراءة، كما ناشدت أعضاء الحكومة الذين حضروا المناسبة بأن يقدموا دعمهم ومساندتهم للقائمين على هذه التظاهرة حتى يكونوا قدوة للآخرين. أما من جانبه وزير التنمية السياحية الثقافية والحرف اليدوية محمد صالح هارون قال إن هذه التظاهرة الثقافية نظمت من أجل نشر الوعي وحث المواطنين على حب الاطلاع والقراءة. ونذكر بأن هذه التظاهرة تستمر لمدة شهر كامل، تتخللها عدة نشاطات وبرامج تلفزيونية وإذاعية، إضافة إلى لقاءات أدبية ببعض المؤسسات التعليمية داخل العاصمة الجمينة.